وأنتم أولاد. أنا والدي ذهب للعراق وكان يخبرني بكرمكم وأخبرني كيف، ووالدي كان أمنيته يتزوج عراقية. الحين الوالدة أنا جبت العيد في رمضان، عرفت الحين الوالدة الله يستر كانت أمنيته رحمة الله، يعني الله يحفظ الجميع، الله يرحمنا الله الحين إن شاء الله. آمين. تفضل يا احنا حاضرين شيخ، لا نعطيك مرة والله. لا لا والله الوالد، أنا تورطت مع الوالدة الحين. والله العظيم ما تورط. أنا والدي كان يقول لي أنا كانت أمنيتي أتزوج عراقية، فرحت فيها. احنا اذا نسترخصك يعني انت تتزوج موشيه؟ يعني الله يستر على الجميع الحين، لا انا الحين افكر في الوالده وانت تفكر. الله يسلمك يا شيخ. يا راح الفطور، راح الفطور وراح السحور، الله يسامحك يا ناصر. لا لا ان شاء الله ان شاء الله ما يروح، لان النية سليمة. والله النية صافية بس. الله يسامحك. الله يسلمك يا شيخ. الله يسعدك يا ويلي يا ويلي. المهم أسأل الله عز وجل